عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب ذكي لبيب شكلي ضريب اسمي انا عبقري اعمل اعمل انوي خيرا لكن اسفا اخطئ دوما اعمل اعمل انوي خيرا لكن اسفا اخطئ دوما دوما طبعا لا اصيب وانا صدقا انوي خيرا عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب عالم عجيب عالم غريب اوه عبقر انتظر وما علاقتنا نحن الاجتماع هذا للكبار فقط بل يهمنا لأننا سنكون كبار المستقبل صحيح أظن ذلك ربما أصبح العمدة عندما أكبر أراهن أن العمدة يرتجف الآن وأول شيء سأفعله عندما أصبح عمدة سأدعو كل الصغار لاجتماعات البلدة أختي وهكذا بدون ضجيج بدون مزيد من الضجة إنه لم امتنان أقصد إنه لامتياز وشرف أن أقدم لكم واحداً من أفضل المواطنين إنه بحبوح شرف وامتياز؟ إن بحبوح أكبر محتال في هذه البلدة لديه خدعة أقصد لديه خطة سيعرضها عليكم الآن خطة ستكون بلها أقصد ممتازة خطة ممتازة من بحبوح لا أصدق من دواعي سروري أن أرفض حمام قصدي أقدم لكم بحبوح يا لجرأتي أن يقف أمامنا بعد الذي فعله منذ مدة أصدقائي نعم أنتم أصدقائي هذه هي خدعتي أقصد خطتي المتواضعة هي ما كان ينتظره هذا المجتمع الشيء الذي سيجلب الزوار إلى بلدنا الزوار وما سينفقونه من أموال هنا في هذه البلدة الصورة الأولى لو سمحت ليست هذه الصورة إنه كهف الوطواط العملاق تماما يا أصدقائي كهف الوطواط العملاق مكان مزر هذا المكان لا نفع منه إلا لمجموعة من الوطاويط المزعجة وأنا أريد تغيير وتحسين كهف الوطواط العملاق من هذا الوضع إلى هذا الوضع ومن هذا إلى هذا رائع هذا سيجلب الزوار إلى بلدتنا ليشتروا الأثاث الذي أصنعه ويشترون مخللاتي وسأقيم منصة لبيع الخضروات حسناً ما رأيكم الآن؟ موافقون علينا أن نصوت على هذا الأمر الموافقون يقولون نعم نعم والذين لا يوافقون يقولون لا لا ماذا؟ إنها رتبة أقصد طفلة الأطفال لا يصوتون حلوتي ماذا تفعلين هنا؟ ليس الآن قد لا نكون في سن تسمح لنا بالتصويت ولكن هذا لا يمنعنا من التفكير وأعتقد أن خطة بحبوح في الاستيلاء على كهف الوطاويط خطة غير جيدة سيئة وتافهة وجائرة جدا جائرة لمن؟ جائرة للوطاويط طبعا الكهف هو بيتهم ولا يحق لبحبوح أن يأخذه أبدا منهم أختي محقة عاش هؤلاء الوطاويط في الكهف منذ آلاف السنين إنه بيتهم وليس عدلا ما يريد بحبوح عمله لكن مشكلة الوطاويط مثل مشكلتكم إنهم لا يصوتون لا تقلقي يا حلوتي هذه أمور تخص الكبار لكن أبي لا تتأخر على العشاء أعرف يا أختي أنت على حق ولكن منذ متى تحبين الوطاويط؟ لست معجبة بهم وفي الحقيقة إنهم يثيرون أعصابي بالنسبة لكهفهم سيء
ولكن أخذ بيتهم الذي عاشوا فيه سنين طويلة هو أمر جائر وسيء، سيء جدا. يا عزيزتي. مرحبا جدي وجدتي. لا تنزعجي يا حلوتي، هيا ابتسمي الآن. لكن يا جدي. لقد أعجبتني طريقة دفاعك عن الوطاويت، نعم أعجبتني. سأخبرك بسر. ما هو جدي؟ عندما كنا صغارا يا حلوتي كنا نلعب بجانب الكهف، مكان مخيف، كنا ننشد جميعا هذا النشيد، كهف الوطواط العملاق، مشهور في بلاد الحكمة، مشهور في العملاق، كهف الوطواط، هل هو عملاق أم وطواط؟ لا أدري. هل تعني أن هناك وطواطا عملاقا في الكهف؟ جدي، إن كان هذا صحيحاً فهذا سيوقف خطة بحبوح. يكفي لتخويفه ونسيان خطته. هل هناك وطواط عملاق في الكهف جدي؟ إنها أنشودة كنا ننشدها يا عبقر. هل هو هذا أم هو ذاك؟ هل هو الكهف أم هو الوطواط؟ عليك أن تخجل من نفسك بزرعك مثل هذه الأفكار في رؤوس الأطفال. ما رأيك؟ لنجرب. تقولان وطواط عملاق في الكهف الكبير؟ نعم. ها؟ هذا مضحك، وطواط عملاق. إشاعة كاذبة وجبانة لا أساس لها من الصحة، ولن تقنعني بالتراجع عن خدعتي. أقصد خطتي في تحويل ذلك المكان المزري إلى قبلة للزوار والترويح. خذا يا أحبائي ومتعا نفسيكما. يبدو أنه مصر. لقد جهز تذاكر الدعوة. لا خيار أمامنا. بالنسبة لماذا؟ علينا أن نذهب إلى كهف الوطواط لنرى بأنفسنا إن كان في الكهف وطواط عملاق أم لا. أتقصد أن نذهب إلى ذلك الكهف؟ بالطبع لا، سنذهب عند الفجر عندما تعود الوطاويط إلى الكهف ونرى ما سيحدث. متى ستعود الوطاويط؟ قريبا جدا. ها هم. آلاف الوطاويط، ولكن ليس بينهم وطواط عملاق. حسنا، ولكن عددهم الضخم سيفسد خطة بحبوح. اسمع يا أخي، علينا ألا نتراجع الآن. لندخل إلى الكهف ونتأكد من هذه القصة. ندخل إلى الكهف؟ لابد أنك تمزحين، لن أدخل إلى الكهف أبداً يا أختي. أخبرني عبقر، ماذا نفعل بتذاكر حفلة افتتاح الكهف؟ أخبرني. فهمت القصد. علينا أن نبقى سوياً، لا تبتعدي عني، لا تصدري أصواتاً. لقد سجننا. لا تخافي أختي. لقد رفع أحدهم القضبان. إنهم الوطاويط. انظر. لا. انتبهوا أيتها المخلوقات، دب، عصفور، كلب أو قط، تهيئوا لمقابلة الوطواط العملاق. ماذا نفعل؟ نحن هنا. حسنا، هيا بنا. هيا. من الذي يجرؤ على دخول الغرفة الخاصة للوطواط العملاق؟ حسناً يا سيد وطواط العملاق، أنا عبقر وهذه أختي. لقد جئنا إلى هنا لنحذركم وننبهكم إلى خطة بحبوح السيئة للاستيلاء على بيتكم. ما الذي تفعلينه أختي؟ إن الصوت خدعة. ماذا؟ نعم، خدعة قديمة، إنها مكبرة الصوت، ألا تراها يا عبقر؟ لن تخبر أحداً، الوطواط العملاق صان الكهف الكبير، حافظ على بيته لسنوات طويلة، وإن كنتم ستكشفون سرنا. لا داعي لقلقك بهذا الخصوص يا سيد وطواط، نحن إلى جانبكم، عليك أن تحذر من بحبوح وخطتي بخصوص الكهف. نحن ننظر إلى الأمور بطريقة مختلفة، هل هذا الأمر جدي؟ نعم أنا جادة، لأن بحبوح ذكي لدرجة أنه لن يصدق قصة الوطواط العملاق. انتظر، لدي فكرة رائعة، ترى هل يمكن تحقيقها؟
ها قد جاء بحبوح. أوه بحبوح، أنتم أيها الصغار، ما الذي تفكران به الآن يا أحبائي؟ أردنا أن ترى ما رأينا. وطواط عملاق، ولكن إن كان مجيء إلى هنا بدون جدوى فإنني سأعاقبكم يا أحبائي. حقا يا بحبوح، إننا نفعل هذا من أجلك، ستراه بعينك. حسنا، أنا في الانتظار. انتظر قليلا، قريبا جدا وعند الغروب ستغادر كل الوطاويط الكهف. لقد خرجوا. لا لا يمكن، غير معقول، فلنهرب. حسنا يا صديقاي، نجحت الخطة، نحن ممتنون لكما كل الامتنان. حسنا يا سيد وطوط، الحق والعدل يكسبان في النهاية. أنا لا أحب أن أرى المخلوقات تجبر على ترك بيوتها. وتذكرا يا صديقاي، إن احتجتم إلى أي مساعدة فإن لكم صديقا هنا. إلى اللقاء وداعا. قد لا نكون كبارا لكي نعطي اقتراحا، لكننا كبار لنفكر ونفرق بين الخير والشر. لقد عرفنا الفرق. مرحبا أمي. انتبها أنتما الاثنان، هذا ليس مكانا للسباق. هذه الدرجة بحاجة إلى تصليح وحالا. شيء آخر بحاجة إلى تصليح، إن كل الحنفيات تالفة. يبدو أن كل شيء في البيت بحاجة إلى تصليح. عزيزي عزيزي، أعرف أن الاسترخاء في الأرجوحة لطيف جدا، ولكن عليك أن تقوم ببعض الإصلاحات هنا. الدرجات مكسورة والحنفيات، اللحاء بحاجة إلى ترميم. حسنا يا عزيزتي، سأهتم بالأمر حالا. في الحال دعيني أرتاح الآن، إني تعب جدا، دعيني. ماذا قال؟ لم أسمع. قال: حسنا يا عزيزتي، سأهتم بالأمر، دعيني الآن سأنام. يا له من كسول. أبي، أتعرفان ما الذي أريده الآن؟ قليلا من العسل، العسل البري الأصلي. عسل بري أصلي؟ لا. أعطوني أعطوني عسلا بريا، عسلا بريا أصلي، أحسن من النقود. هو العسل البري، مغذ ومفيد للآلام والأوجاع، يحرر الروح وينشط العقل، وينشط العقل. ولكن يا أبي، ألا ينفع عسل الفراولة أو عسل البقول؟ عسل البقول بارد وغير حاد، علي أن أحضر بعض العسل البري الأصلي. أعطوني عسلا بريا، عسلا بريا أعطوني. ما أفضل من النقود، العسل الأصلي البري جيد للجميع، جيد للجميع، العسل البري الأصلي جيد. أبي، ألا تذكر ما حدث لك عندما حاولت إحضاره سابقا؟ نعم، وطردتك النحلات البريات حتى البيت، وبقيت أمي لمدة أسبوع وهي تلتقط إبر النحل عن بنطالك.
كان هذا في المرة الماضية، لدي خطة هذه المرة. خطة؟ أو لا، بدون خطة. بدون خطة، بدون خطة، لدي خطة مضمونة للتغلب على ملكة النحل ونحلاتها البريات. علم أبيض؟ علم للهدنة. أنا بحاجة إلى حماية رسمية عندما أريد الاقتراب من ملكة النحل. من المؤكد أن ملكة النحل الطيبة ستحترم زيارتي لها. هذا هو القانون العالمي للغابة. ملكة النحل النبيلة، لي الشرف أن أتناول من طعامك، وسأكون شاكرا أيتها الجميلة. بينما هي تفكر بمديحي وكلامي المعسول، سأغرف وأملأ جرتي من العسل البري الأصلي. أعطوني، أعطوني من ذاك العسل، العسل البري الأصلي، أحسن من النقود، العسل البري الأصلي. ما رأيك؟ يبدو في الأمر مشكلة. وهذه هي حقيبة الإسعاف الأول. انتظر سأفتحها. الرباطات موجودة. دواء اللاس موجود. ملقة نزع إبر النحل موجود. سدادات سدادات للأذنين؟ لما؟ حتى لا تسمع صرخات الألم الصادرة عن أبي عندما يقع في المشكلة الكبيرة. صحيح. هيا بنا. عزيزي، عزيزي، أحييك، أحييك أيتها الملكة الجميلة، يا ملكة النحل البري، جئت إليك ومعي علم الهدنة لأقدم احتراماتي. اقترب وقدم نفسك أيها الدب. أنا السيد عبقري أيتها النبيلة. ماذا تريد أيها الدب؟ أخبرني. وكأنني لا أعرف ماذا يريد. إنه يهتم بشيء واحد، العسل. سيدتي الجميلة، لقد أتيتك بأنباء من بلاد الحكمة. تبدو أعصابه قوية. أتظن أنه سينجح؟ لا أعرف، إن ملكة النحل ذكية، ولم يستطع أي دب أن يذوق من عسلها البري الأصلي. اسمعني جيدا أيها الدب، إنني معجبة بأسلوبك وبالعلم الأبيض أيضا، إنه جميل. ولكن لا تعجبني جرة العسل التي معك، أمسكوا به، إنه يحاول أخذ عسلنا. هيا الحقوا به. سيدتي الجميلة، يشرفني، يشرفني، عفوا سيدتي، أنا أعتذر. سيدتي اسمعيني. في الماء يا أبي. أسرع أبي، إنها تلحق بك. أبي. عزيزي، لن أطلب منك أن تقوم بتلك الإصلاحات ثانية. إصلاحات؟ أية إصلاحات؟ أية إصلاحات؟ هل نسيت يا عزيزي؟ أشياء كثيرة تالفة في البيت، سياج النافذة، والدرجات مكسورة، والحنفيات، في الحقيقة كل الحنفيات في البيت تالفة. معك حق يا زوجتي، لقد أهملت تلك الأعمال لمدة طويلة. أبي، ما الأمر؟
لقد جاءتني فكرة رائعة، واحدة من أروع الأفكار، واحدة ستساويني مع المخترعين العظام ألكسندر غراهام بيل والتليفوني وعباس بن فرناس. انظروا إلى هذا الاختراع في بلاد الحكمة، حنفية العسل الجارية. سأصلح هذه الحنفية القديمة، سأخذ المثقب والكماشة. أعطوني من ذاك العسل اللذيذ، عسل بري أصلي، أحسن من النقود، العسل البري الأصلي. لا 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 لا. لا لا لا، سأتسلل خلف شجرة العسل القديمة وبكل هدوء سأثقب جذعها المليئة بالعسل وأدخل به الحنفية، أديرها وأحصل على العسل، العسل اللذيذ. ستنجح يا أبي؟ بالطبع سأنجح، والآن انظروا سأحصل على العسل. إنها حلبة أقرب أمي. ياهو أمي. كيف سارت الأمور؟ لم تعمل حنفية العسل بشكل جيد يا أمي. لا أستغرب هذا، حنفيات المنزل كلها لا تعمل بشكل جيد. عالم عجيب عالم غريب، عالم عجيب عالم غريب، عالم عجيب عالم غريب، عالم عجيب عالم غريب. ذكي لبيب شكلي غريب، اسمي أنا عبقري. أعمل أعمل أنوي خيرا لكن أسفا أخطئ دوما. أعمل أعمل أنوي خيرا لكن أسفا أخطئ دوما دوما طبعا لا أصيب، وأنا صدقا أنوي خيرا. عالم عجيب عالم غريب، عالم عجيب عالم غريب، عالم عجيب عالم غريب، عالم عجيب عالم غريب.